وللمزيد حول إقرار برلمان الاحتلال قانون إلغاء فك الارتباط والعودة إلى سياسة الاستيطان في الضفة وغزة، ينضم إلينا عبر سكايب من غزة مستشار مركز أبحاث الأراضي في فلسطين جمال طلب العملة. حياكم الله أستاذ جمال. مساء الخير لكم وللمشاهدين جميعا، وشكرا لتناول هذا الموضوع. مساء الأنوار ورمضانك مبارك بإذن الله. أستاذ جمال، عمليات الاستيطان لم تتوقف بحسب تقارير منظمات حقوقية خلال السنوات الماضية، بما أنها ورقة انتخابية للحكومات في الكيان المحتل، ولكن السؤال: لماذا هذا التقنين وإقراره من قبل برلمان الاحتلال؟ ما الهدف منه؟ يعني أذكر عندما صدر قانون فك الارتباط من طرف واحد عام 2005 عن قطاع غزة ومستعمرات قطاع غزة، ثم أربع بؤر استعمارية في شمال الضفة الغربية، كان الهدف بالأساس هو التخلص من قطاع غزة ومحاصرتها، ثم التخلص من العبء الأمني الذي تسببه هذه المستعمرات الأربعة في شمال الضفة الغربية، لأنهم كانوا يهيئون أنفسهم لحروب على لبنان ومناطق أخرى. اليوم وقد استعادوا السيطرة بشكل أقوى ونفوذهم أصبح أكثر تحكما بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدأت الحدود إلى حد ما، فاليوم يستثمر سموتريتش وزير المالية والمتحكم في موضوع الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية موضوع تغيير هذه القوانين وإعادة المستعمرين إلى هذه المناطق التي أجروا منها بقرار احتلالي. طبعا لمن لا يعلم يظن أنها مستعمرات وأنها مدن، هي كانت بؤر استعمارية صغيرة أخرجوهم منها لأنها كانت تحتاج أعداد كبيرة من الجيش لحمايتها، لأنها هي ساقطة أمنيا أصلا، فاليوم هم يريدون أن يستعيدوها. هذا هو هدف سموتريتش الذي هو قائد أو رئيس الحزب الصهيونية اليهودية. هذا الرجل لا يخفي حقده ولا يخفي عنصريته، هذا إنسان مريض بالعنصرية وبالحقد، وهو مجرم معروف في إسرائيل وحوكم حتى صدرت ضده أحكام، وهو من المحرضين على قتل إسحاق رابين في السابق، هو اليوم أصبح وزير في هذه ولكن الحكومة. السياقات الدولية هل ستساعد الكيان في تحقيق ذلك؟ يعني ردود الفعل التي نسمعها من الاتحاد الأوروبي ومن فرنسا إلى آخره على ما تحدث به حتى في الأرض الفرنسية، وعندما ضم الأردن وفلسطين واعتبرها كلها أرض إسرائيل، ردود الفعل أراها ضعيفة. كان يجب على هذه الدول ألا تكتفي بالقول بأن هذا يعني يعارض عملية السلام ويعرقل حل الدولتين إلى آخره. هذا الخطاب الممجوج مللنا من سماعه، عليهم أن يقولوا هذا احتلال خارج عن القانون الدولي تجب مقاطعته سياسيا، هكذا تكون الردود. أما الردود الفاهية يجب أن لا نشكرهم عليها، علينا أن نقول للاتحاد الأوروبي ولكل دول العالم بأنه إما أن تكونوا صادقين مع أنفسكم ومع الشرعية الدولية ومقررات مجلس الأمن، وإما أن تصمتوا وتقولوا أنكم تدعمون هذا الاحتلال. هذا الرجل الذي يتحدث أنه لا يوجد شعب فلسطيني، الدليل أنه لم يقرأ التوراة أصلا حتى المزورة منها، هنالك دلائل على وجود الشعب الفلسطيني قبل وجود الحالة اليهودية في التاريخ. ثم هذا الرجل الذي يدعي أن العرب اختلقوا قضية شعب فلسطين للتخلص أو لمحاربة الصهيونية، هو يعكس تماما الأكذوبة التاريخية التي يدعيها أو تدعيها الحركة الصهيونية، حيث أن الاستعمار هو الذي اختلقهم وهم دولة مصطنعة
وهم دولة عسكرية عبارة هذا عن معسكر. التطرف، ما نعم هي إسرائيل؟ هذا التطرف من قال وهذه أن إسرائيل دولة؟ العنصرية. إسرائيل عبارة عن معسكر، نعم كل شعبها جيش. أستاذ جمال، نعم هذا التطرف وهذه العنصرية التي يعني وردت على لسان الوزير الإسرائيلي، إلى أي مدى لربما تعكس العقلية الحقيقية للكيان الصهيوني؟ أعتقد أنه هو يعني من أفضل ما يمثلون هذا الكيان. كنا نعاني بالسابق كثيرا من الذين يكذبون علينا وتصدق أكاذيبهم حتى وتنطلي حتى على بعض القيادات الفلسطينية وبعض القيادات العربية. اليوم هؤلاء أكاذيبهم حتى لا تنطلي على اليهود أنفسهم ولا تنطلي على بعض الأحزاب الصهيونية في داخل الكيان الصهيوني. هؤلاء هم الوجه الحقيقي للحركة الصهيونية بحقدها بمخططاتها بعيدة المدى. هم يسعون إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم والإبقاء على مجموعات صغيرة من الفلسطينيين في سجون حقيقية، هي مدن وقرى، هي عبارة عن معتقلات لكي ينفذوا الأعمال السوداء التي لا يستطيع أو لا يرغب هذا المجتمع الذي يعتبر نفسه أكثر تطورا بالعمل بها. يريدون الفلسطينيين خدما لهم، كان ليسوا أصحاب أرض نعم وليسوا كان أصحاب هناك حقوق. موقف لافت من الولايات المتحدة حيث وصفت القانون الجديد والعودة لسياسة بناء المستوطنات بالاستفزاز، يعني شبه إدانة لهذا الموضوع. برأيك هل ستمرر الإدارة الأمريكية هذه الإجراءات الإسرائيلية وهذا القانون الجديد؟ لا أثق بالإدارة الأمريكية ولا بقراراتها حتى لو قالوا أننا ندين إدانة قطعية هذا الإجراء. نحن كباحثين على الأرض نرى ماذا يحدث. لم تقوم دولة الكيان بتفريغ أي بؤرة استيطانية وإعادة أرضها إلى أصحابها الفلسطينيين. حتى البؤر هذه التي كانت مفرغة لم تعد إلى أصحابها، بقيت محاصرة، بقيت مغلقة على أصحابها لكي يعودوا لها في أي وقت. إذا هم يقولون شيء ويطبقون على الأرض شيء أكثر. من قال أن الضفة الغربية لم تطبق عليها قرارات الضم؟ ما يحدث اليوم هو ضم حقيقي للضفة الغربية. القوانين الحكومية الإسرائيلية تطبق على الضفة الغربية. المستوطنون الساكنون على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وهؤلاء غير شرعيين حسب القانون الدولي يخضعون للقانون الوزارات الإسرائيلية ويتقاضون رواتبهم ويتقاضون مساعدات من هذه الوزارات. ما هو الضم إذا لم يكن هكذا؟ نعم. القدس الشرقية هنالك إعلان لعملية تسجيل الأراضي، عملية تسوية، إعلان تسوية لأراضي في أراضي محتلة. متى حدث هذا في التاريخ؟ دولة الاحتلال تقوم بإعلان تسوية أراضي، وهذا عمل تاريخي يعني لم يحدث في فلسطين منذ عام 63 64. السلطة الفلسطينية بدأت في مناطق ألف وباء، فإذا بدولة الكيان تعلنه في القدس، واليوم هم يهيئون أنفسهم لإعلانه في الضفة الغربية في المنطقة المسمية جيم اللي هي 64% من مساحة الضفة الغربية. إذا هذه هي عمليات ضم حقيقية، هي شكرا عملية جزيلا لك. إخفاء للوجود الفلسطيني في الضفة وإبراز للوجود الاستيطاني وكأن هذه أرض محررة. إضافة صغيرة، هم في بداية سريعا لو الاحتلال سمحت. عام 67 كانوا يقولون الفلسطين أو يعني الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم عام 80 حولوها إلى الإدارة المدنية ليست إدارة عسكرية، إذن يعني ندير منطقة وصلت شاغرة الفكرة. إذن قانونيا. كنت اليوم ضيفنا عبر يقولون هي سكايب، أراضي عذرا إسرائيلية للمقاطعة محررة ولكن لضيق والعالم الوقت. يقبل بذلك. نعم. مستشار مركز أبحاث الأراضي في فلسطين الأستاذ جمال طلب العملة، كنت ضيفنا عبر سكايب من غزة، شكرا جزيلا لك.